نعم، تقريبا قبل ربع ساعة تم توقيع العقد فعليا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور أيضا الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية المهندس أحمد الإبراهيم. هذا العقد بموجبه سيصل إلى العراق في خلال العام المقبل 2025 حوالي 3.94 تيرا واط سنويا. وكما صرح قبل قليل أيضا الرئيس التنفيذي للهيئة، متوقع أيضا خلال نهاية شهر أكتوبر الجاري ستحتضن مدينة الدمام مؤتمرا عالميا للحياد الصفري في مساعي هيئة الربط الخليجي لتقديم الطاقة النظيفة والمتجددة. أيضا الحفل شهد استعراضا لأبرز الأرقام والمشاريع المستقبلية. كان معنا تقريبا قبل ساعة ونصف الرئيس التنفيذي على الهواء مباشرة، وأكد للعربية بيزنس بأن هيئة الربط الخليجي أيضا لديها مشاريع مستقبلية مع عدد من الدول في المنطقة العربية. هناك مشروع قائم أيضا في الربط الكهربائي بين السعودية وجمهورية مصر العربية. هذا الربط أيضا سيشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة تطويرا متسارعا لعدد وزيادة في الكهرباء الذاهبة إلى طبعا مصر. أيضا تحدث بأن السوق العالمية بالنسبة لأسواق الطاقة الكهربائية هناك منافسة شرسة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد بأن هناك سيتم بناء 3 محطات كهربائية جديدة، وهي محطة عبري في سلطنة عمان، وأيضا محطة السلع على الحدود السعودية الإماراتية، وأيضا محطة الفاو القريبة من مدينة البصرة. وهناك أيضا أكثر من 7 محطات قائمة تتوزع ما بين سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية وبطبيعة الحال دولة الكويت. وأيضا أكد الرئيس التنفيذي بأن هذا العقد بين دول الخليج والعراق تقريبا سيوفر سنويا على العراق 175 مليون دولار سنويا بحكم الربط بين الخليج وجمهورية العراق. وأكد أيضا بأن تخفيض النفقات العامة للكهرباء هو هدف لكثير من دول المنطقة في المستقبل. أيضا أكد بأن هناك عقود ثنائية تجارية بالكهرباء سواء في الصيف أو في الشتاء. هذه العقود ستوفر استدامة للتزود بالطاقة وأيضا إقامة المشاريع المحلية داخل جمهورية العراق. وأكد أيضا أن هناك سيكون مشروع لترقية أنظمة مركز التحكم الخاص بهيئة الربط الخليجي. هذه الترقية لهذا المركز ستحمي المركز من أي هجمات سبرانية وستعزز أيضا الطاقة النظيفة في هيئة الربط. هذا المشروع ضخم للغاية، بدأ تقريبا قبل عام والآن في مرحلته الثانية، وربما يشهد مراحل مستقبلية أخرى.